ابوه كده ايه؟ وبيل ملياردير. ها؟ يا رجل بيل جيتس، تدري بيل جيتس يوم مات ما ورث بنته شيء؟ كان نفس الشيء، كان عاق بس ما كان يقدر يطقها، او هو كان يعنفها يعني بطرق شتى، لكن اذا شافه علامات وكذا. امريكا يا ابوي مو مب... اقول لك ده وش كان يقولني، يقول كان احيانا يمسك هي قفله في خوفه ما يعطيه الا خبز ناشف ومويه وقاعد ينزل فيه. المشكله وش هو؟ المشكله عنده خوات، خواته عندهم في كذا كل شيء ومدلعهم وجوالات، كل مويه جوال جديد يعطيه. بدايه الجاهليه الجديد. ها ها يا ابو كساف، تخيل ثاني ثانوي ومعاه بس ابو كساف. مش كيف تقول ابوه ما عنده فلوس؟ ذا الكلام تسمعه بس في الافلام يعني. بس عبد العزيز اهنيك يعني، كيف انت كذا؟ كيف انت يعني قاعد عادي عادي؟ وجاد لا ابوه عنده فلوس، ابوه عنده يجي هو يجي المدرسه وش يشوف الجوال ابو كساف وتشوفه يجي المدرسه بليك جيز يجي بدي يجي بدي السيارات الفخمه، بس ابوه ما يعطيه شيء. العمليسه واو واو ذا الايطالي يا شباب. اوف اوف الحياه ما واحده، لازم نجرب كل شيء، لازم نشوف كل شيء، لازم تشوف كل شيء. والله صراحه ذا يا احمد كلام السيناريوهات غريبة عجيبة ولا؟ والله هذا يا اخي تقعد في المدرسة وتدرس طفش يا اخي، لازم يعني تشوف شوية اكشن. يعني كورونا ذي تعتبر ايش ازمة؟ ذي ما تعتبر ازمة، تعتبر سوالف. سوالف يا شباب كورونا بموت. ولا مدوش، تخيل عندنا مدوش كيه 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 اصلا ما هو مدوش، كان يجي عندنا يقول يخلي واحد يقوى بس ما هو مدوش. جاء عند المدير تخيل وش سوى؟ تعرف الدباسة؟ ايه اخذ دباسه ونطلها عليه المدير، ما زال شيء بعد عنها. ايه المدير غوم 25000 السكاء عند المحكمه، غوم المدوس 25000 تخيل. ولا هو الوكيل الكل لما يتعابطون مع بعض هناك، لما يتعابطون مع بعض تخيل المدوس الحصه الاخيره وش يسوي؟ يطلع الفصل كله الحمام. تخيل الفصل 32 طالب تلاقيه كلهم في الحمام. ايه والوكيل يقعد يعابط فيه، وشو ايام حصه يطلع طلاب يخليهم تكون عنده بس ان يعابط ذاك، وش غيرين عباط في بعض. بس ليش 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 المدرس يطلع الطلاب يخليهم داخل الحمام؟ يعابط الوكيل، يعابط الوكيل. انا وكيل ما يبي طلاب يطلعون في الفصل يحوشون. ايش المزاج؟ تدري يا شباب شباب استواني شوي، ما يجبرك، شوفوا ما يجبرك، يقولك غصبا عنك روح الحمام. لا يقول انت، يقول انت ما توضي صح يا روح الحمام، انت ما توضي روح الحمام، انت تقول لا انا بتوضيت يا تقعد يا انت روح. لا بس صراحة يعني وش ذي سوى يعني مو بمدرس ذا وش ذا بزر سالف بزران ذي. اقول لك اقول لك ما اقول لك وش في الترم الثاني، راح عطى تقريبا الترم الاول اعطانا كلنا 100 كلنا 100 ايوه. وش كان يدوس تربية حياتية حياتية ايه الترم الثاني نحن وش قلنا للطلاب؟ قال ترى بيعطيكم كلكم 100 بس لا تعبطونا بزيادة. هذول لا عطاك عبطوه، يقول لهم مثلا نفس اخر مره يقول لا ما ابي اقوى، يقول لك بدي اشرح درس، ذاك يقول لا ما ابي اشرح درس زي كذا.